كما أيضا يشارك رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله في فعاليات إيقاد شعلة الانطلاقة. ومن المقرر أيضا أن السيد الرئيس السيد الرئيس بتحية الجماهير التي وصلت للمشاركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، أيها الأحبة، نعم نحيي ذكرى هذه المسيرة الثورية 53 عاماً من المعاناة والألم والتضحيات، لكنها أيضا 53 عاما من الانتصارات، من الإنجازات لهذه الثورة التي كنت أحد مفجريها سيادة الرئيس. هذه الثورة التي ملكت الهوية النضالية لهذا الشعب الفلسطيني، هذه الثورة التي أرست قواعد الوطنية الفلسطينية، والتي نعم كرست القرار الوطني الفلسطيني المستقل، فتح، التي أعادت الروح لهذه الأمة في معركة الكرامة، هي حركة نفخر بها صنعت مجداً لهذه الأمة. نعم نفخر بحركة فتح ونفخر بقائدها السيد الرئيس أبو مازن. السلام الوطني. عهدنا الشهداء، عهدنا ياسر عرفات أننا سنستمر. نعم ربما الوعد بعض توهم أن هنا أو في السلطة نهاية المطاف، لكنها فتح، فتح الشهداء، فتح ياسر عرفات لا يمكن. ستستمر كحركة تحرر وطني حتى تحقق الأهداف، حتى تحقق الاستقلال والحرية للشعب الفلسطيني مع الرئيس أبو مازن. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير.
وعيد ميلاد مجيد لأشقائنا الكاثوليك والطوائف التي معهم. عيد ميلاد مجيد لإخواننا الأرثوذكس والطوائف التي معهم. عيد ميلاد مجيد لإخواننا الأرمن والطوائف التي معهم. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الجديد عام 2018 الذي نتمنى أن يكون عام الاستقلال. وفي نفس الوقت كل عام وأنتم بخير بمناسبة مرور 53 سنة على انطلاقة ثورة فتح. هذه الثورة التي أطلقها إخوانكم قادة هذه الحركة مؤسسوها وعشرات ألوف الشهداء ومئات ألوف الجرحى والأسرى. هؤلاء أصحاب الفضل في أن تبقى إلى يومنا هذا قائمة تسير سيرا قويا متينا من أجل الوصول إلى الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشريف. القدس التي حاولوا ويحاولون أن يغيروا مجرى التاريخ، مجرى الجغرافيا، مجرى الأديان، مجرى الثورات، مجرى الوجود الحقيقي، ليقولوا هي عاصمة للآخرين. كلا، إنها عاصمة الشعب الفلسطيني الأبدية إن شاء الله. أيها الإخوة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال فئة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم. لا يستطيع أحد خذل من خذل أو وقف ضدنا أن يقف في طريق هذه الثورة للوصول إلى هدفها. وقيل له: يا رسول الله، أين هم؟ قيل له: يا رسول الله، أين هم؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتح المسلمون فلسطين ومدينة القدس بسنوات قال، تنبأ، جاءه الوحي بأن هذه البلد وأهل هذه البلد مرابطون إلى يوم الدين، ولذلك نحن مرابطون هنا إلى يوم الدين. ولذلك قال لا يحج إلا إلى ثلاث: المسجد الحرام، المسجد الأقصى، ومسجدي هذا. المسجد الأقصى ومسجدي هذا. إذن المسجد الأقصى موجود منذ آلاف السنين، لذلك مهما حاولوا أن يغيروا التاريخ فلن يستطيعوا أن يغيروه. نحن هنا مرابطون
نحن هنا باقون، نحن هنا صابرون، نحن هنا صامدون. ولذلك وسبحان الله نزلت آية من عند الله، من عند الله موجهة لنا، لهذا الشعب، لهذا الشعب، تقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا صابرون، وصابروا صابرون، ورابطوا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية نزلت لنا من أجل أن نصبر هنا، من أجل أن نقف هنا، من أجل أن لا نغادر بلدنا. نحن هنا لن نغادر، لن نرتكب الأخطاء الحمقاء التي حصلت في الماضي. نحن باقون هنا حتى تحرير فلسطين وأرض فلسطين، وتكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين إن شاء الله. والسلام عليكم. العز ودرب الأحرار، يا بلادي أعلناها باسم فلسطين.